هي تنديدا لقرار ترامب الذي اقر فيه بان القدس عاصمة اسرائيل. فهنهدى بصوت عال واحد وحناجر قوية نقول له بان القدس عاصمة الفلسطينيين وتظل عاصمة المسلمين اجمعين مهما قيل الكائدين. وان شاء الله تعالى كنقول لاخواننا المرابطين واخواتنا في القدس باننا معكم ونشارككم وقلوبنا معكم ان شاء الله تعالى النصر لابد.